السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أتكلم باللغة العربية بعد أن كنا قد سمعنا كل المداخلات والمناقشات قد تمت في أكثر اللغات الأجنبية المعتمدة في هذه القاعة. وجاء دور سماع الحرف العربي واللغة العربية. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادة وحكومة وشعب المكسيك وكذلك إلى منظمة الERF على هذه الرعاية والعناية التي حظينا بها في هذا المنتدى العالمي وحسن الاستقبال وكرم الضيافة والتحضير والتنظيم العاليين لهذا المنتدى. اسمحوا لي في البداية أن أقدم لكم صورة ملخصة ومركزة عن الحالة التي نعيشها في اليمن، حيث تعرضت بلدنا لكارثة كان سببها أولاً وأخيراً القوى الحوثية الانقلابية والتي تتلقى دعماً من إيران، حيث نعيش وضعاً كارثياً في الفترة السابقة قامت هذه الميليشيا الحوثية واتخذت من المدنيين دروعا بشرية وعمدت على قصف المدن والقرى وزرعت أكثر من 2 مليون لغم دون وجود خرائط، مما تسبب في زيادة عدد الضحايا، وقامت بتدمير المؤسسات التعليمية وحولت المدارس إلى مخازن الأسلحة والجامعات إلى ثكنات عسكرية، ولهذا قام شعبنا بصد هذا الهجوم الحوثي. بدعم من دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأنا قادم إليكم من عدن حيث مقر الحكومة الشرعية، نمارس عملنا من هناك كل الوزراء للتخفيف من حدة الكارثة منذ أكثر من 3 سنوات، حيث قمنا بتطبيع الحياة في مختلف المجالات وتم تقديم الخدمات المتنوعة منها الأمنية منها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على مساحة أكثر من 80%، وقد فتحت المدارس وتم تطبيع الحياة في مدارس التعليم العام وكذلك الجامعات، وعقدت الكثير من ورش العمل وحلقات النقاش في الوسط الجامعي، ويمكن يقول لنا أن الحياة أصبحت الآن في المدن والقرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية تسير على ما يرام. كذلك قامت الحكومة بصرف الرواتب لكل موظفي الدولة وإرسال المستحقات المالية لطلابنا في الخارج. ولهذا في هذه المقدمة
تدعو حكومتنا أكثر من أي وقت مضى إلى مساعدة الأصدقاء والأشقاء لاستعادة الدولة وتجاوز التحديات وجهود إعادة الإعمار. وقدمت حكومتنا كل الجهد والسعي من أجل السلام، وقدمت الكثير من التنازلات من أجل وقف الحرب وحلال السلام، لكن القوة الانقلابية الحوثية رفضت كل تلك المساعي والجهود العربية منها والإسلامية والدولية. إننا نؤكد أن رؤيتنا للسلام ووقف الحرب تقوم على الثوابت المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ومخرجات الحوار الوطني الشامل وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة قرار 22/16. إننا مدعوين جميعاً إلى هزيمة وباء الإرهاب واكتثاث جذوره واستئصال كل مظاهره ورموزه. أصحاب المعالي الحضور الكرام، إنها فرصة طيبة لنا ونحن نقف معاكم الآن في هذا المنتدى العالمي لنؤكد رؤيتنا كيف يمكن لنا بعد انتهاء الحرب من إيجاد النظام التعليم المتوازن والشامل. إننا نفهم أن هذا النظام يقوم بدرجة رئيسية على الشخصية المتوازنة، الشخصية الملتزمة بموقف الاعتدال شعورياً ونفسياً وفكرياً وسلوكياً بعيداً عن الغلو والتطرف. إننا نفهم الشخصية المتوازنة هي الشخصية المنتجة تتحرك حسب القوانين وسنن الحياة، شخصية تتمتع بالمرونة ولذلك فهي جذابة وتستفيد من التجارب الذاتية وتجارب الآخرين، شخصية تفهم كيفية التفاعل مع الإنسان والشعور بالانتماء الاجتماعي والاهتمام المتوازن والقيام بالواجبات الاجتماعية وعدم هضوب حقوق الحياة الاجتماعية. إن إيجاد نظام التعليم المتوازن ملزم بخلق تلك الشخصية التي تمتلك مجموعة من المميزات والصفات والعادات ينفرد بها وتميزه عن الآخرين، شخصية تتأثر حسب المرحلة العمرية ومستوى الإدراك والاستيعاب والبيئة المحيطة والجذور الثقافية التي نعتقد أنها كما قيل زملائي السابقين الذين تحدثوا كمؤشر على تقدم هذا الفرد. والآن نريد شخصية متوازنة تتفاعل وتنسجم مع أي موضوع عقلاني محكوم بالظروف والواقع ودرجة الحاجة ونوعية الموضوع. إننا بهذا الشكل نريد نظاما تعليميا متوازنا لا تتمثل قيمته فقط في كونه نظاما اداريا متكاملا او قابلا للقياس، بل هو يسمح للمؤسسه التعليميه صياغه رؤيتها وبناء خططها الاستراتيجيه ومكوناتها. اننا نريد تحويل هذه الخطط الاستراتيجيه لمؤسساتنا التعليميه من إطارها النظري إلى إطارها التطبيقي القابل للقياس. نريد نظاماً تعليمياً متوازناً يمثل مدخلاً وطريقةً لتحسين العمل والأداء والزيادة في قدرة تلك المؤسسات العلمية على المنافسة. إن منتدانا اليوم وهو يناقش هذا الموضوع الحيوي والتي سنأخذه معنا إلى القرن 21 نظاما تعليميا متوازنا شاملا في مجتمعاتنا، نرى انه محكوم بهذا التطور الهائل في المعرفه والتقدم السريع للتكنولوجيا
وفي اعتقادي هذا يلزمنا إلى فهم حقيقي لأنظمتنا التعليمية، إن هذا الحدث العلمي الكبير وعليه فالفهم الحقيقي للثورة الاتصالية والانفجار المعرفي الهائل والتعاطي إيجابياً مع معطياته يتمثل في استخدامها وإنتاجها، ولن يتحقق ذلك إلا إذا أعددنا بناء نظام تعليمي حديث وتحسين جودة التعليم التي ينشد التميز والجودة وتعزيز الوظيفة الاقتصادية للتعليم الجامعي وتحويل مؤسساته إلى مراكز بحثية علمية، تحويلها إلى مراكز إنتاج العلم والمعرفة وسد الفجوة بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية وديناميكيات المجتمع وأخلاقياته، وخلق الأسس لترسيخ الثقافة العلمية واستقطاب ذوي المهارات العالية والروح الابتكارية وربطهم بمؤسسات تعليمية إبداعية تصقل المواهب والمهارات لهم. إن تحديثات برامجنا الدراسية من خطط دراسية وفي المراحل الدراسية سواء كان في التعليم العام أو التعليم المتوسط أو التعليم الجامعي، والقيام بالمراجعات النقدية المستمرة لها، وخلق روابط بين مؤسساتنا التعليمية والمراكز البحثية، وإقامة هذه الصلات مع الجامعات العالمية، وإقامة الشراكة فيما بيننا، وتعميق الصلة بين المؤسسات الإنتاجية والتعليمية، كل ذلك كفيل بخلق فرص ملائمة ومتعددة لتبادل المعرفة والخبرة والعمل المشترك. إن القيمة الحقيقية لاستخدام العلم والتكنولوجيا يكمن في انتقالها في مواجهة التحديات المجتمعية التنموية، ولا توجد مهمة سامية أمام مجتمعاتنا غير قدرتنا على توفير الخدمات الاجتماعية والرعاية لمواطنينا. وفي الأخير أثق في منتداكم الثاني هذا على تجاوز كثير من المشكلات والتعقيدات التي تواجه أنظمتنا التعليمية وقدرتها على مواكبة العصر والتقدم العلمي، وهذا لن يتم ما لم تتعمق فينا جميعا روح الشراكة والتضامن وخلق روح التكاتف، والتي نعتقد أن هذا هو السر الحقيقي للنجاح لنا. أخيرا أشكر القائمين على هذا المنتدى، وأتمنى لمنتداكم الخروج بتوصيات ونتائج تليق بحجم التحديات الكبرى التي تواجه مجتمعنا، وشكراً.